يسأل أيضا عن صلاة الاثنين، هل تعد جماعة؟ يقول إذا صليت مع شخص آخر. نعم، الاثنان فما فوقهما جماعة. وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن العمل عليه كما قال الإمام الترمذي رحمه الله وغيره، العمل عليه عند أهل العلم، فالاثنين يعتبرون جماعة. إنما وقع الخلاف في الجمعة، هل تحصل باثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك؟ هذه مسألة مشهورة عند العلماء.